الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال وزير المالية الحالي علي عبد الأمير علاوي إن إصلاح القطاع المصرفي شرط أساس لاستقرار الاقتصاد في العراق، وأضاف علاوي أن إصلاح المصارف الحكومية قضية حيوية وجزء أساس لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى متنوع، لافتا إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الدولة وخطورة الاستمرار بالاعتماد على القطاع النفطي. كما أشار علاوي إلى أن استقرار اقتصاد البلاد يتطلب التركيز على تعديل السياسات العليا للدولة والبنك المركزي وتطوير المؤسسات الحكومية وخصوصاً الشركات غير النفطية التي تتسبب بخسائر كبيرة للخزينة. كشفت السلطات الحكومية عن إلقاء القبض على متورطين بتهريب النفط وضبط صهاريج في البصرة وبغداد في وقت يحمل نواب وتقارير صحفية الأحزاب السياسية والميليشيات مسؤولية الوقوف وراء تهريب النفط بالعراق. وقالت مديرية شرطة الطاقة إن عناصرها في شرطة نفط البرجسية بالبصرة قاموا بضبط صهريجين لتهريب النفط، أحدهما يحمل المسؤولون عنه مستندات مخالفة، والآخر لا يحمل أي مستمسكات رسمية. كما ضبط مركز شرطة نفط الشمال صهريجا مخالفا يحمل منتجات نفطية شمالية بغداد. قال النائب مضر القروي إن محافظة ديالى تحتوي على نحو 10 آبار نفطية باحتياطيات وصفها بالهائلة، لم يجري التنقيب عنها وبناء مصاف فيها بعد. وأضاف القروي أن 7 مناطق خاصة شمال شرقي ديالى تحتوي على احتياطات هائلة غير مستغلة، لافتا إلى أن وزارة النفط لا تزال تتقاعس عن بناء مصفاة في حقول نفط خانة التي يمكن أن تؤمن الوقود لنحو 2 مليون نسمة وتنهي أزمة الوقود المتفاقمة. رفعت شركات الاتصالات والإنترنت في لبنان أسعار خدمتها بنحو 5 أضعاف، وذلك تنفيذاً لقرار سابق أصدرته وزارة الاتصالات. وأصبحت كلفة الاشتراك الشهرية للخطوط الخلوية 5 دولارات بعدما كانت نحو 1 دولار، بالإضافة إلى زيادة أسعار باقات الإنترنت بنفس النسبة تقريباً. وقال مصدر مقرب من وزارة الاتصالات إن تعديل الأسعار هدفه منع انهيار هذا القطاع في البلاد. في منطقة اليورو سجلت نسبة التضخم ارتفاعاً قياسياً جديداً تحديداً في حزيران الماضي، وصل إلى 9% على أساس سنوي بحسب إحصاءات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي بروستانت، الذي بيّن أن استمرار الحرب في أوكرانيا هو ما تسبب بارتفاع نسبة التضخم. كما سجل المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 1.2% الشهر الفائت على أساس شهري و 8.5% على أساس سنوي. وفي نيسان الماضي تخطت نسبة التضخم حاجز 8% في الدول 19 لمنطقة اليورو، وهي أعلى نسبة يسجلها مكتب الإحصاء الأوروبي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز الاقتصادي، دائما كونوا في رعاية الله.